السلام عليكم، مرحبا بكم في آخر أخبار فريق الوداد الرياضي لآخر 24 ساعة الماضية. قبل البداية اشترك بالقناة، فعل زر الجرس للتوصل بالجديد كل مرة أرفع فيها فيديو على القناة، وكذلك لتدعمني للاستمرار بنشر الجديد إن شاء الله. شاهد الفيديو إلى النهاية للتعرف على آخر الأخبار. نهاية الأخبار، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. ما قاله مدرب بيترو عن الوداد. قال مدرب بيترو ألكسندر سانتوس إن فريق الوداد الرياضي لا يعاني من أي نقاط ضعف تقريبا، وهو ما سيجعل مهمة المنافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة في لقائهما المقرر يوم الاثنين على أرضية محمد الخامس. وأوضح سانتوس في تصريحات صحفية بالقول: الوداد فريق يؤدي بشكل جماعي وقوي، كما أنه يدافع بصورة جيدة للغاية، فضلا عن قدرته على التركيز من دون الكرة، وهو أمر ليس بالهين. وتابع المتحدث نفسه قائلا: تقريبا لا توجد لدى الوداد أي نقاط ضعف، وهذه هي المشكلة حين تلعب ضد الوداد. بجانب كل هذا، يتحلى فريق الوداد الرياضي بفاعلية عالية للغاية أمام المرمى رغم قلة الفرص التي تتاح لها، علاوة على أنه يتوفر على لاعبين من خطي الدفاع والوسط ربما هم الأفضل في القارة الإفريقية، يضيف مدرب بيترو. وكان الفريق الأنغولي قد واجه الوداد في الدور الماضي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن واجهه في دوري المجموعات، وقد انهزم في مناسبتين وتعادل في واحدة بينما كسب واحدة. الركراكي غاضب من لاعبي الوداد لهذا السبب. أبدى وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي غضبه من لاعبي الفريق قبل موعد النهائي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلاقي الوداد نظيره الأهلي يوم الاثنين بملعب مركب محمد الخامس على الساعة 8 مساء بنهائي دوري أبطال إفريقيا. ونشرت صحيفة المنتخب المغربية رسالة مدرب الوداد للاعبين والذين يخوضون معسكر الآن استعدادا لمواجهة الفريق الأحمر بالنهائي. وقال الركراكي للاعبين: أنتم هنا من أجل التحضير المثالي، من أجل الخلوة وليس السطوريات ومن سيثبت تفاعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون لي معه حديث آخر. وكشفت الصحيفة أن رد فعل الركراكي جاء بسبب مشاهدته بعض صور للاعبين من لاعبي المنتخبات الصغرى المتواجد بنفس مكان المعسكر بسلا، ومنهم أيضا من نشر صورته في التدريب. وأوضحت الصحيفة إلى أن الركراكي أبلغ لاعبيه إلى أن الهاتف للضرورة القصوى فحسب وفي حالة الحاجة الملحة فقط، وبعد النهائي لكم الحق في العودة لتفاصيل اليوم. وطلب مدرب الوداد الرياضي من أحد مساعديه تتبع الأمر ونقل آخر تطورات له أول بأول، وذلك حرصا على تركيز اللاعبين. الزمالك يتخلى عن أوناجم. كشفت تقارير إعلامية مصرية أن إدارة الكرة بنادي الزمالك المصري تدرس السماح للمغربي محمد أوناجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل، وذلك عقب انتهاء عقده مع النادي، حيث اتفق اللاعب مع إدارة الزمالك المصري على الرحيل نهاية الموسم دون تجديد العقد. وجاء اقتراح إدارة الكرة حسب صحيفة اليوم السابع بالموافقة على رحيل أوناجم بنهاية يونيو دون الانتظار لنهاية الشهر في 30 من غوش لتوفير راتبه الشهري في ظل خروجه من حسابات مدربي الزمالك. ورحب نادي الوداد الرياضي بعودة محمد أوناجم صانع ألعاب فريق الوداد الرياضي خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض ليصبح من حقه الانتقال لأي فريق مجانا. وحسب تقارير إعلامية مصرية، فقد تواصل محمد أوناجم مع مسؤولي فريق الوداد الرياضي من أجل عودته مرة أخرى في ظل خروج اللاعب من حسابات مدرب الزمالك وعدم وجود رغبة متبادلة لتجديد تعاقده، حيث يرغب أوناجم في العودة لوطنه والانضمام لصفوف الوداد الذي شهد تألق اللاعب خلال الموسم الماضي. وأشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي دخلوا في مفاوضات مع اللاعب الذي يحق له
التوقيع لأي نادي منذ يناير الماضي وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ورحب أونازم بالعودة للوداد في ظل عدم مشاركته بصفة منتظمة مع الزمالك وعدم قدرته على تقديم مستوى مميز منذ العودة مطلع الموسم الحالي من الإعارة، حيث كان اللاعب معار إلى الوداد في منتصف الموسم الماضي. وكانت تقارير إعلامية مصرية قد كشفت قبل أسابيع أن نادي الزمالك المصري يسعى للتعاقد مع اللاعب أيمن الحسوني متوسط ميدان الوداد خلال فترة انتقالات صيفية المقبلة. يشار إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري قد أعلن قبل أسابيع عدم تجديد عقد اللاعبين المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم. شاهد ما قال رئيس هذه الدولة عن الوداد. صرح جورج ويا رئيس دولة ليبيريا الإفريقية أن الوداد سرق منه لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي سنة 2019، وأوضح العام شهد على مجزرة في المغرب في ملعب رادس، يجب أن تتغير إفريقيا إلى الأفضل ويندثر فيها الفساد. وككل مناسبة وحين أبدأ جورج ويا وهو اللاعب الأسبق لنادي أسي ميلان الإيطالي حبه لنادي الوداد الرياضي معبرا: تمنيت لو كنت حاضر في الملعب لأني من عشاق الوداد والناصري صديقي، أتمنى له كل النجاح. ومنى جورج نفسه بتتويج الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري معبرا: أتمنى من كل قلبي أن يتوج الوداد باللقب يوم الاثنين لأنه يستحقه بكل جدارة. القزع والناصري يحفزان الوداد. التقى الإطار الوطني حسين عموتة وهو مدرب فريق الوداد الرياضي في آخر تتويج له بدوري أبطال إفريقيا بوليد الرقراقي المدرب الحالي لفريق الوداد الرياضي قبل أيام قليلة من موعد نهائي العصبة أمام الأهلي المصري الاثنين المقبل. وعلمنا من مصادر مطلعة أن عموتة استغل وجود بعثة الوداد الرياضي في مكان انشغاله بمركب المعمورة للقاء بوليد الرقراقي والحديث معه حول مجموعة من التفاصيل المتعلقة استعدادات الفريق للمباراة النهائية أمام الأهلي المصري. وأكدت المصادر نفسها أن كل من سعيد الناصري رئيس الوداد وفوزي القجع رئيس الجامعة خصصا أيضا زيارة تحفيزية للاعبي الوداد والطاقم التقني قبل موعد النهائي المنتظر. ويواصل الوداد الرياضي استعداداته للمباراة النهائية في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة منذ الثلاثاء الماضي.